هذه المسابقة هي إن شاء الله غادي تكون في الحمامات في تونس أيام 2021-2022. غادي نمشي نمثل فيها المغرب من يعني من مجموعة ديال النواحي، أولا كحكم دولي لأنني غنكون في لجنة التحكيم، ثانيا كجمعية ديالتي اللي غادي كجمعية مشاركة أو منظمة وليست مشاركة، بحيث أنها منظمة هذا المهرجان مشاركة مع جمعية الطباخ المدرسي التابعة لوزارة التربية بتونس، اللي غادي بالنسبة لي هي واحد المهرجان دولي غيكونوا فيه مجموعة ديال الدول يعني سواء العربية أو الأوروبية. معنا ايضا مشاركين اللي غيمشيو مشاركين معنا في الجمعيه. بالنسبه للمعايير يعني ديال هاد المتسابقات اللي غادي يمشيو معنا، هاد العام كيختلف على العام الماضي. هاد العام يعني كانت لان غنخدموا على الموروث الثقافي المغربي. الموروث الثقافي المغربي كيف ما يعني معروف انه غني بزاف، وهاد التيم ديال هاد العام كان زوين بزاف لانه عطى فرصه بزاف لربات البيوت على الخصوص، اللي هما يعني غتكون واحد الحاجه اللي اكسبسيونيل، لان ما غاديش يمشيو الناس اللي خاص ضروري يكون عندك ديبلوم اللي كبير ولا، لان حنا كنعرفوا ان ربات البيوت كيمثلوا الموروث الثقافي المغربي احسن تمثيل، يعني كل شاف كيف ما بغى يكون، والا وربات البيت يعني سبحان الله كتعطي واحد البصمه ديالتها في هذا المجال. لذلك كانت واحد الفرصه هذه بالنسبه لهم هما كفرصه باش يعني حتى هما يكون عندهم الدور ديالهم، ويكونوا حتى هما يقولوها حنا كاينين. لان بحال مثلا كانت عندنا تجربه السنه الماضيه في السوسه، كنا مشينا مع جمعيه اخرى وليس مع الجمعيه ديال اسراء، مثلنا ولكن مشاو كشيفات، يعني مشى كشاف كل شاف يعني يخدموا على الغاستخونومي يعني على الطبق بصفه بمواصفات عالميه. اما هذا العام غادي يكون يعني التراث المغربي اللي هو يعني نقدروا نقولوا عليه هو كمحور، يعني كما كنقولوا كمحور كيهضر عليه في شتى المجالات ماشي غير في الطبخ. الا ضينا البال يعني حنا شفنا الصناعه التقليديه وشفنا بزاف ديال الحوايج في هذه الحاله هذه، يعني غادي عندنا كاع المتشاركات اللي المتسابقات عفوا اللي غادي يشاركوا معنا غادي يشاركوا باطباق مختلفه واللي زوين بزاف. وانا يعني عندي واحد الاحساس ان شاء الله غادي يكون البصمه ديالتنا كيف ما كانت هاد السنين غتكون هاد العام، لان غادي نديو التراث المغربي واللي حنا كنعرفوا انه كيختلف من الشمال للجنوب من الشرق للغرب، خصوصا ان عندنا طنجه، عندنا العرائش، عندنا الدار البيضاء، وعندنا اسفي، عندنا سوس، يعني كاع كاينين متسابقين يعني من يعني غادي يكون عندنا واحد بحال نقولوا واحد المزيج. حنا بروسنا يعني انا في هذا الوقت اللي كنا كنديروا التربصات مع المتسابقين ديالنا، انا براسي يعني تفاجئت في دي بلا اللي ما كنتش عارفاهم مع الناس ديال الشمال، وتفاجئت حتى ميم الناس ديالنا هنا ديال سوس تفاجئت في دي بلا اللي باغيين يشاركوا بهم، انا براسي يعني ما كنتش عارفه واش واصلت. تبارك الله عندنا مقبلات يعني خيالية، عندنا أطباق رئيسية كذلك ومثال، حتى الديسير تبارك الله عندنا ديسير اللي يعني هذا الشيء خلاني نزيد نطمئن أن إن شاء الله غادي نربحوا غنجيبوها. بالنسبة لهذا بالنسبة للمهرجان كمهرجان غادي يكون فيه يعني كاس ديال ملوك الطهي، هو المهرجان سميتو ملوك الطهي، يعني غيكون الكاس اللي هو غيكون من نصيب دوله من الدول كيف ما القاعده ديال جميع المسابقات اللي كيكونوا، غيكون احسن طبق عاد غيكونوا ميداليات يعني كاين ذهبيه وغتكون فضيه وتكون نحاسيه. ونتمنوا التوفيق للمتسابقات، ونتمنوا حتى انا بالنسبه لي يعني كاول تجربه انني غادي نكون منظمه وليس كمشاركه، مشيت كمشاركه ومشيت كحكم دولي السنه الماضيه كانت عندي تجربه، هادشي خلاني ناخذ واحد الخبره في كيفاش نديريجي او نمثل اولا الجمعيه ديالتي اللي هي يعني الجمعيه الوحيده اللي عندها شراكه، لان عندي معاهم شراكه وتعاون مع الجمعيه ديال الطباخ المدرسي للرئيس ديالها رياض الشمخي. وايضا يعني غادي يكون عندنا جمعيه اخرى منظمه اللي غادي تجي من الاردن اللي هي جمعيه الابتكار الاردنيه. يعني حنا بثلاثه بغي يعني غادي يكون عندنا واحد هي غتكون كتجربه كما قلت لكم اول مره غادي نديرها كمنظمه كجمعيه غادي نمثل المغرب كمنظمه، عاد غادي نكون كحكم دولي، عاد غيكونوا معنا متسابقات اللي هما اولا يعني هما عضوات هنا في الجمعيه، زائد كاينين يعني المتسابقات اللي غادي يمثلوا ماشي عضوات مي غادي يمثلوا ان شاء الله المغرب، ونتمنى انهم يمثلوا احسن تمثيل. الو بالنسبه للعدد ديال الدول كاينين دول كثيره غادي يشارك المغرب، غتكون تونس بيان سور، الجزائر، كاين الاردن، كاين فلسطين، كاينه سويسرا، كاينه
يعني مجموعه ديال الدول. المهرجان هو مهرجان ملوك الطهي التابع لوزاره التربيه بتونس، وغادي يكون ان شاء الله في مدينه الحمامات التونسيه. غادي يشاركوا فيه اكثر من 34 دوله، غادي يكون اكثر من 184 متسابق ومشارك اللي غادي يتسابقوا على ان شاء الله على الكاس، وغادي يكونوا على الميداليات الذهبيه والفضيه والنحاسيه بيان سور. وغادي يكون عندنا حتى احسن طبق، غادي يكون عندنا احسن طبق. هذا المهرجان ان شاء الله غيكون ايام 20 21 22 من دجنبر 2022. بالنسبه للمشاركات كيفاش كتكون؟ المشاركات عندنا مجموعه ديال الفئات، بحيث كاين فئه المقبلات، فئه البيتزا، فئه الاطباق الرئيسيه، فئه الديسير، فئه ديال يعني المعجنات، عاد الفئه ديال الكيك ديزاين، عندنا الفئات ديال الباتيسري فرونسيز بشتى الانواع ديالو. كيكونوا مسابقات يعني الفئات ديالنا، بحال مثلا اللي باغيين يشاركوا في مقبلات كيدوزوا وحدهم، اللي غيشاركوا في اطباق رئيسيه كيدوزوا وحدهم، اللي غيشاركوا في الديسير كيدوزوا وحدهم، حتى كيوصلوا للنهار الاخير. النهار الاخير كيفاش يكون النهار الاخير؟ كل دوله جات الا وكتعزل واحد ثلاثه العناصر ديالها باش يمثلوا المنتخب المغربي. ديك الساعات كيكونوا كنهضروا على، يعني ماشي كنهضروا عليهم كاشخاص فلان غادي يتبع هذا ولا، كنكونوا منتخب، بحيث واحد كيشارك تيخدموا موني، واحد كيشارك بطبق مقبل، واحد تيشارك بطبق رئيسي، واحد تيشارك بديسير. وكنشوفوا ديك الساعات اللقب لمن تيكون اما صافي الكاس، اما كيكون مثلا احسن طبق، اما ما كيتسمى بان راه المنتخب مثلا المغربي اللي خدا، او المنتخب التونسي، او لا. هذا هو التقسيم اللي كاين.